بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم عندنا Lecture Gene Expression، فعلى بركة الله نبتدي. بالنسبة للجين Expression بشكل عام، أو تعريف الجين Expression، هو The process by which the instructions in our DNA are converted into a functional product such as a protein. يعني أنا عندي الأمينو، عندي اللي هو النيوكليوتايد، تدل على الأمينو أسيدز أو تعطيني أكواد. هذه الكودز أو الكودونز راح أستخدمها لصنع شيء فعلي، راح أظهر حقيقة هذه الأكواد يعني، أو الأشياء اللي ممكن تشتق أو تأخذ هذه المعلومات، وكيف أنها راح تسوي لي برودكت في النهاية أو ناتج نهائي. من أمثلتها لبروتين، فراح أحول هذه الجينات وتظهر لي برودكت، فانكشنال برودكت، شيء فعلي، شيء واقعي انا اقدر اشوفه. الديفرنشال جين اكسبريشن، ديفرنشال جين اكسبريشن بكل بساطه ان في عندي فاريشن اوف جين. يعني اول شيء انا عندي 23,000 جين موجودين في كل سيل في الخلايا حقينا، يعني البرين سيلز، lung cells، البون والليفر والكدني عندهم نفس العدد من 21 إلى 23,000 جين. لكن بعض الجينات راح يكون لها إظهار expression، بعضها راح تصير لها silence أو بتكون silence، لأن ما راح أحتاجها أصلا في هالموقع من الخلايا. فلذلك differential gene expression بكل بساطة إن في عندي a variation of genes that are expressed في الخلية المعينة، وهذه الجينز اللي راح يصير لها اكسبريشن تعتمد على الفانكشن تبع هذه الخليه. في البرين سيل مثلا احتاج ميتوكوندريا زياده، في البلد سيلز مثلا ما راح تكون في ميتوكوندريا اساسا. فهذه هي الامور اللي راح تختلف، او هذا هو الديفرنشال جين اكسبريشن. لكن في نفس الوقت من هال 21 الى 23,000 جين، في جينات تظهر في جميع الخلايا بدون أي استثناء. من أمثلتها الهاوسكيبينج جينز، هذه اللي تخلي الخلايا تقدر على موضوع السيرفايفل، فتخليها سيرفايفل اوف سيلز، وأيضا كود فور انزيمز. فهذه الأمور essential for each cell موجودة في عندنا في جسم الإنسان، فلذلك موجودة فيها هذه الهاوسكيبينج جينز، موجودة في كل أنواع الخلايا بدون أي استثناء. ففي عندي differential gene expression، في عندي جينات تظهر في البعض والبعض لا، اعتمادا على الفانكشن تبع هذا السيل، وفي بعضها لا، موجوده في الكل مثل الهاوس كيبنج جينز. فهذه بالنسبه للي موضوع ديفرنشال جين اكسبريشن. بالنسبه للريجوليشن حق الجين اكسبريشن، يعني انا اتحكم، ازيد، اقلل، اغير وهكذا، اوقف، أزيد في السرعة، للي هو الجين إكسبريشن، للتعبير عن هذا الجين. فعندي عمليتين أو أمرين هم يسووا لي ريجوليشن حق الجين إكسبريشن: الترانسكريبشنال كنترول، وهو المور امبورتنت، وهو اللي يكون بشكل أكثر، والريمودولينج اوف كروماتين. بالنسبة للترانسكريبشنال كنترول، فهو في الأمور اللي تتعلق بالترانسكريبشن بروسس، شنو الأمور قبل بعد وهكذا، وأوردي ممكن نقارين عنه في الترانسكريبشن أو الـ RNA synthesis اللي هو ترانسكريبشنال والبوست ترانسكريبشنال وهالأمور ذي. الريمودلينج في كروماتين هي changing the shape of DNA، لكن بدون تغيير، نجي بعد شوي بنتكلم إنه ترى بنغير الشيب حق DNA لكن بدون تغيير الكونتنت تبعها. فهذه بالنسبة بشكل عام موضوع الريجوليشن اوف جين اكسبريشن. فلاحظ هنا الريمودلينج اوف كروماتين، غيرنا الشكل لكن السيكونس هو نفسه. الترانسكريبشنال كنترول، لا، في وقت الترانسكريبشن والامور اللي متعلقه فيه بيتم التغيير والتعديل، تعديل طبعا على النمط. الترانسكريبشنال كنترول، بروتين بيندينج تو سبيسيفيك دي ان اي سيكونسز ريجوليتس ترانسكريبشن. يعني بتجي بروتينات، هذه البروتينات بترتبط بـ DNA و specific DNA sequences، سواء كانت directly أو indirectly. يعني هذا الـ DNA بيجي عليه البروتين بيأثر هو نفسه، أو أن البروتين ذا
بيسوي يعني عندي البروتين بيروح يرتبط بالبروتين وهذا البروتين هو اللي بيوصل للدي ان اي. فهذه الفكره صرفت الدايركتلي والاندايركتلي. ان جنرال ماني ديفرنت بروتينز ار انفولف في الانشيشن ترانسكريبشن، فهي في بدء عمليه الترانسكريبشن. وايضا ذي المعلومه ذكرت لنا في درس او ليكتشر للترانسكريبشن ان البروتينات لها علاقه في الانشيشن وسرعته والريت حقه اب تو 1600 اللي هو الترانسكريبشن فاكتور في الهيومن جينوم. فتتكلم ان عدد كبير من البروتينات يعمل على هالموضوع او له علاقه بموضوع الانيشيشن حق الترانسكريبشن. ماني بات نوت اول اوف ذوز او ذيس بروتينز بين دايركتلي ثرو دي ان اي. فزي ما قلنا سواء كان على طول يروح للدي ان اي وياثر عليه سواء يثبطه ولا يسرعه ولا لا بروتين يروح على بروتين ثاني تالي هالبروتين ذا بياثر على الدي ان اي سواء بالتثبيط او بالتسريع. Overall control of the level of transcription is achieved by combinations of proteins. اذا البروتينات هي اللي فعلا راح تاثر لي على موضوع الترانسكريبشن والريت حقه. طيب لو جينا للمالتيبل ريجوليتوري سيكونسز، هذه المالتيبل ريجوليتوري سيكونسز ار ذا سايز اوف بروتين بيندينج. يعني لكل مكان محدد زي ما قلنا على الدي ان اي راح يكون مخصص لبروتين معين يجي عنده. فعندي كمثال البروموتر وهو سيكونس لو نتذكر ايضا من درس الترانسكريبشن انه سيكونس اوف دي ان اي وتحدد لي البدايه اللي هو الترانسكريبشن. Determines the site of transcription initiation زي ما ذكرنا and bending of RNA polymerase 2 and the transcription apparatus. طبعا البندنج يعني ان البروموتر بيبدا، فاحنا لو نبي مثلا نوقف الترانسكريبشن او نزيد في سرعته لازم نبتدي من هذا المكان اللي هو مكان البروموتر، كان احنا نمسك براس الثعبان ان احنا نتحكم فيه نخليه يروح ولا لا نسوي له تثبيط. فهالتاثير او هالريجوليترز ذي البروتين ريجوليترز وشبكها او وجودها يعني تجي في مكان محدد بتكون على نوعين، يعني بتجيني كانهانسر ولها بوزيتيف ريجوليتوري اللي هي لها بوزيتيف ايفكت كانهانسينج وزياده في السرعه increase the rate وهذه تجي من positive regulatory proteins وهذه have variable locations يعنيها بتكون عند البروموتر أو بتكون حوله ب 50 كيلو بيس up down stream of the promoter يعني تكون قريبة أيضا من البروموتر ما راح تبعد عنه. and can contain multiple clustered bending sites زي ما قلنا إن مش ممكن تكون مش فقط واحدة تكون أكثر من واحدة four activator proteins which stimulate transcription. Some enhancer sequences are used only in specific cell types. فلكل اللي هو لكل binding site activator proteins محددة تنشبك فيها فقط. فهذا بالنسبة للenhancer. طيب الenhancer ده أصلا كيف بيشتغل؟ اللي طبعا اللي بيكون مع البروموتر خلاص بيشتغل على البروموتر directly. طيب الحين جوني اكتيفيتر بروتين زين وعمل كانهانسر، لكن عمله كانهانسر قلنا مثلا يبعد عن 50 كيلو بيس من اللي هو البروموتر، كيف بيأثر او كيف بيش اسمه بيزيد لي الريت حق اللي هو الانيشيشن سايت او الانيشيشن اوف ترانسكريبشن؟ اللي بيصير انه بيغير شكل الدي ان اي ستراند وبيغيره من ذا الشكل بيجيبه لذا الشكل. فالحين بروتين راح أثر على بروتين وتالي تأثر الدي ان اي، فجو فوق هالكومبلكس اوف بروتين وفي هنا ترانسكريبشن فاكتورز وذيلي عملوا كواسطة وأثروا لي على الدي ان اي وصارت صار في انكريس لي في الريت حق صنع هال حق صنع الار ان اي او انكريس للريت حق الترانسكريبشن بشكل عام. فهذا اللي سواه، لكن شو نقول انه عمل في مكان بعيد، فعمل بواسطه انه موجود ليه الريجوليتوري بروتينز ذي وهي اللي ساعدته على الايصال هالفكره اللي يبي يوصلها للدي ان اي واثر ليه بانكريسنج ذا ريت. هذا بالنسبه للبوزيتيف ايفكتس او الانهانسر. طيب الريبرسور على العكس راح يكون تيرن اوف للترانسكريبشن، فعنده نيجاتيف ايفكت من النيجاتيف ريجوليتوري بروتينز. They may function in
competing with activators for binding sites on DNA يعملون ك اللي هو competing competition يسوون إن كل واحد يبي يلحق على هال binding sites هذه مع الactivators. هذه نقطة. النقطة الثانية ممكن by masking activator activity يعني مو بس ممكن يسوي competing، لا ممكن يوقف يعني bind to on bind either to enhancer أو الcomplex. لو جاء له الريبريسر وسوى بيندنج مع الانهانسر يعني ما راح للدي ان اي، راح بس للي هو اللي المفروض يسرع، فلو صار وراح للانهانسر فالعملية هنا بتصير تبطيء وليس ايقاف. لو ان اصلا هذا اللي هو الريبريسر راح وعلى طول مسك فيه اللي هو directly to the DNA او للكومبلكس، هذا على طول راح يكون direct negative interaction، فلذلك بيمنع بيصير فعلا turning off. فهذه الفكرة، يعني بيروح مع الانهانسر فبيسبب بتبطيء الحركة، أو إنه بيروح على الكومبلكس على طول حق الدي إن إيه وبعدها بيصير منع كلي للعملية إنها تصير. فهذه بالنسبة أيضا إلى الريبريسرز. طيب لو جينا وقلنا إن الدي إن إيه بروتين إنتراكشن، كيف تفاعل الدي إن إيه مع البروتين؟ هذه البايندينج سايتس اللي هو مكان ارتباط البروتينات سواء كانت انهانسرز او ريبريسرز مع الدي ان اي. البروتين ذا ما راح يجي ويغطي لي هالدي ان اي ستراند كله كبروتين، لا، هو هالدي ان اي ستراند بيجي في مكان محدد وهي البيندينج سايت. فهذه البيندينج سايت عباره عن جنرالي بشكل عام شورت ستريتشز اوف ديفاين دي ان اي سيكونس، وفي السيكونس في الغالب تكون أقل من 20 بيس بير، فهي 19 وأقل. هذه بالنسبة للبندينج سايت. Proteins that directly bind DNA have a DNA binding region whose protein surface is partially complementary. يعني في هالشورت ستريتش من اللي هو DNA sequence للبروتين لابد يكون عليه شيء complementary، السيرفس حق هالبروتين ذا complementary مكمل للدي ان اي عشان يكون في تشابك فيما بينه اساس اصلا يصير لك يقدر يرتبط فيه. To the surface features of the DNA recognition site، عشان يتعرف عليه الدي ان اي لابد انه يكون complementary هذا البروتين نفسه، خصيصا السيرفس هو اللي بيتعرف عليه الدي ان اي. A large number of contacts add together for a highly specific and strong interaction. هذا بما معناه أن DNA can bind to more than one protein، لكن هنا بتزيد specificity، أو يعني أن DNA المنطقة الفلانية في هذا في هالمكان فقط للبروتين 1، في هالمكان ذا فقط للبروتين 2 الاكتيفيتر الثاني وهكذا. فهنا highly specific راح يكون الموضوع لو زاد، لو صار عندي large number of contacts البروتين اللي تجي عندي. أيضا بالنسبة لل اللي هو DNA binding protein فراح يكون عندي multiple binding sites، يعني عندي مثلا major groove هذا المكان الأول اللي ممكن فيه يرتبط البروتين، وminor groove ممكن مكان ثاني يرتبط فيه الgroove، لكن زي ما قلنا بتزيد الهاي اللي هو الاسبيسيفيتي تخصيص للمكان، يعني البروتين المحدد بيجي على الدي ان اي سيكونس الفلانيه، لكن الفكره ان على الدي ان اي واحد could have multiple binding sites. هذه الفكره. بالنسبه للموتيفز فور بروتين دي ان اي انتراكشن، there are four different structural themes or motifs for protein DNA interaction. يعني كيف يكون هذا الانتراكشن؟ الانتراكشن الاول هو الهيليكس، تيرن هيليكس موتيف. هنا عندي هيليكس اللي صار ان هالهيليكس ذا التف وراح سوالي هيليكس ثاني دايمر بايندينج هيليكس، فهنا ذا بايندينج اوف بروتين برينجز انذر هيليكس، يعني ارتبطنا في بروتين جاب لي هالبروتين يوم اللي ارتبطنا معاه جاب هيليكس ثاني. وغالبيه يعني وين بنشوف هالبروتينات ذي وين تسوي ريجوليشن حق اي جينات تحديدا؟ الجينات اللي تكون لها علاقة في الديفلوبمنت. فهذا بالنسبة للهيليكس، تيرن هيليكس موتيف. بالنسبة لليوسين زبر موتيف، هذه شو اللي بيصير؟ بيصير ان اليوسين بتصير فيها اجزاء تتحول، بتصير فيها اجزاء تنقسم الى هايدروفيلك وهايدروفوبيك، وبتتشابك
فهالمناطق ذي فبيصير بيصير شكلها كأنه زبر كأنه سحاب. فهذه اليوسين زبر موتيف. These proteins وين بتسوي regulation حق cell division genes. هذا إذن بالنسبة لليوسين زبر موتيف. الزنك فينجر موتيف اللي يكون على شكل فينجر الثام، هنا بيصير ان عندي الزنك بيكون قاعد يربط ليا سيستين سيستين مع هستون هستون او راح يكون اربعة سيستين، يعني حتى هنا بيكون سيستين. فالزنك يكون هو الرابط. لو نشوف عندي الزنك ايونز بنلاحظ ان البروتين وقت الجابهم قاعد يربط ويسوي لي اللي هو الفينجر لايك او الزنك فينجر موتيف. هذه وين نحصلها بروتينز؟ في الاسترويد هرمون ريسبتورز. النوع الاخير هو الهيليكس لوب هيليكس موتيف. هذا نفس تقريبا الاول، لكن بدال ما سوينا هيليكس تيرن هيليكس، لا هنا هيليكس بعدها سوينا لوب، تالي رجعنا سوينا هيليكس. وفي الغالب هذه الهيليكس مع يعني اثنينهم الهيليكس ار اميفاتكس. وين نحصل البروتينات اللي بتسوي لي هيليكس لوب هيليكس؟ بنحصلها ريجوليشن وين؟ في الاميون سيستم جينز. ممكن نحصلها في اماكن ثانيه لكن هي الموست كومن في هذه الاماكن. فهذه البروتين دي ان اي انتراكشنز وكيف البروتين اللي دخل على الدي ان اي شنو اللي غير او كيف عمليه التغيير. طيب بالنسبه للبروتين دايمرز فور جين كنترول، بعض الريجوليتوري بروتينز ار كومبوزد اوف تو بروتين تشينز، يعني مش بروتين واحد اللي بيجي، لا two protein chains. They call them dimers. They act as dimers. This increases regulatory options. يعني يكون في عندي أكثر من شيء ممكن يصير. الشيء الأول إن عملهم مع بعض. If monomers have different DNA binding specificity, then an increased number of potential regulatory sequences can be bound. يعني في DNA there بأكثر من مكان too many proteins. لكن كل واحد يكون الحالة can bind to the DNA sequences. لكن some zipper proteins block DNA binding when they dimerize with a partner unable to bind DNA. يعني واحد مثلا يبي يرتبط والثاني ما يقدر يرتبط في DNA، فهنا بيكونوا blocking حق DNA binding. فبيكون بدون ما كان هنا شيء إيجابي positive enhancer، هنا بيكون repressor يسوي blocking لل DNA binding. فهذه عملية اللي هو اللي يجوني كدايمرز. يعني ممكن يجيني فاكتور A مع فاكتور A مثلا ويرتبطون بأي سايت، فاكتور B مع فاكتور B، فاكتور C مع فاكتور C. بعض الأحيان يجيني inhibitor factor أو inhibitory factor مع واحد من الفاكتورز ديلي الـ A والـ B والـ C، فلذلك يمنع العمل أو يمنع blocks اللي هو الـ binding حقهم على الـ DNA. فممكن يكون أكثر من واحد، وذا يعني الـ binding sites أكثر من binding site بتكون active، لكن وقت اللي يكون inhibitory factor فهنا بتكون مشكلة إنه بيوقف اللي هو ال DNA binding. بالنسبة لل regulation of activity of gene regulatory proteins، يعني أصلاً هال regulation ذا شو اللي بيأثر في اللي هو النواتج أو شو اللي بيغير لي أساساً في الموضوع؟ أول شيء في ال protein synthesis. لو جينا للبروتين سينثيسيس، فبكل بساطة إنه كان inactive DNA sequence الحين بدأت صارت active وصارت تقدر تسوي لها more proteins تقدر synthesize أو less. زين لو كان اللي هو suppressor ligand binding اللي هي affect the ones which will bind to DNA، فاللي ترتبط بالDNA هي اللي راح تتأثر. فالinactive مع الactive بإضافة هذا الأمر أو بإضافة هذا ligand binding بإضافة عامل زيادة، يعني protein phosphorylation بإضافة الفوسفيت جروب تتحول من حالة الانactive إلى الactive، أو addition of second subunit فهذه DNA binding subunit بإضافتها صارت لي activated. unmasking أن يكون في inhibitor، فالان انهبيتر ذا وقت اللي انا اشيله اطلع برا بتصير اكتف، فمنعنا الانهبيتر ذا. ستيميوليشن اوف نيوكليير انتري كان في ايضا انهبيتري بروتين يمنع، لكن هنا بس مو يمنع من الفانكشن، لا يمنع من الدخول الى النيوكليس كمثال. ف
فوقت اللي نشيل هالإنهبيتر ذي لبرا يصير اللي عندنا الدي ان اي مثلا يدخل يقدر تكون له القدرة على الدخول للنيوكليوس. آخر شيء ريليز فروم ممبرين، أن يكون مرتبط بشيء ما يقدر يطلع بكامله يعني من الممبرين، فلذلك يصير له دي اتاتش ويطلع اللي هو السيكونس اللي نبي نطلعه من هذا الممبرين. فهذه هي الأشكال تباعة الويز أو طرق الكنترولينج الأكتيفيتي. فهذه بالنسبة لها. أيضا مش فقط يعني احنا قلنا في البداية ان البروتينات هي اللي تسوي تعمل كارجوليترز على الجين اكسبريشن. في شيء خدناه من قبل اللي هو المايكرو ار ان اي، وايضا هذا موجود في درس الترانسكريبشن. هذا ار ان اي صحيح لكنه قاعد يعمل كعمل البروتين، فيقدر يسوي ريجوليشن على الجين اكسبريشن. هذا اوريدي يعني زي ما قلنا عارفين من قبل انه هو شورت وجاي لي من النون كودينج ريجن حقت الدي ان اي 19-25 نيوكليوتايد زي ما قلنا نون كودينج ار ان اي. هذا بيسوي لي نيجاتيفلي ريجوليشن على الجين اكسبريشن ثرو سيكونس سبيسيفيك بيس بيرنج وذ ام ار ان اي ار اكسبريسد ان ا تيشو ان ا تيشو سبيسيفيك فاشن. شو اللي بيسوي؟ اول شيء راح يرتبط على سيكونس محدده من الام ار ان اي تكون كومبلمنتري له، ثانيا راح يمنعها من انها تكمل على الترانزليشن، زين، واخيرا ممكن انه يسوي لها ديجراديشن اللي هو يكسر هالام ار ان اي الى بيسس. فثلاثه امور ترتبط على الكومبلمنتري، تمنع الترانزليشن، وتكسر تسوي ديجراديشن حق الام ار ان اي. اذر سمول ار ان ايز انكلود الاس اي RNA, small interfering RNA, regulate activity of transposons, viral infection, and few protein coding genes. LPI RNA, essential for development of germ cells, the sperm, مثلا في mammals. هذا بالنسبة لل RNA وعملها ك نقول regulators. خلصنا كذا من النوع الأول اللي هو الأمور اللي تكون فيه اللي هو الترانسكريبشنال فاكتور او الترانسكريبشنال كنترول. طيب بالنسبه للريموديلينج اوف كروماتين، الكروماتين ستراكشر زين طبيعتها بالسوبر كولينج نيجاتيف سوبر كولينج والباكجينج اللي هو انه مرتبطه حول الهستونز وهالامور ذي تخلي لي موضوع الجينات كانها سايلنس، ما نقدر نعبر عنها، ما نقدر ناخذ منها معلومات. فوقت اللي انا افكها اسوي لها الريموديلينج بحل مشكله هالباكجينج ذي حقت الدي ان اي، زين. فلو سويت هالريموديلينج بيمديني اخذ معلومات، يمديني اسوي ترانسكريبشن، يمديني اصنع منها ار ان اي واسوي اللي ابي لو وقفت سالفه هالباكجينج ذا، لو حليت مشكلته. طيب فكل الجينات اللي تكون على شكل انها رابد اراوند هيستونز ومرتبطه على شكل كروماتين وزي كذا بتكون كأنها silenced. فوقت اللي أنا أفتحها وتصير لي الموضوع أن أقدر أقرأ الدي إن إيه، هنا تصير عملية الإكسبريشن ويبديني أسوي منها ترانسكريبشن وصنع اللي هو اللي أبي أسوي اللي هو البرودكت الفاينل برودكت اللي أبي أطلع. higher order forms of chromatin silence transcription DNA in higher order packaging format is زي ما قلنا silenced transcriptionally silenced. An inactive chromatin is assumed to contain proteins that render the DNA unusually inaccessible. يعني تخلي DNA بوضع ما يمديني أوصله، ما يمديني أخذ معلومات منه. بعض هذه الريجنز اللي تكون أصلاً constitutively silenced مثل التيلوميرز ذي تكون forever silenced أصلاً، ولا راح عمرها أنها تطلع لي genes أو تسوي gene expression. لكن بعضها silencing is reversible، فأنا أقدر أوصل لها، أقدر يصير عندي access لو وقفت موضوع الباكجينج والنيجاتيف سوبر كويلينج وهالأمور ذي والترتيب حقها. فهذه بالنسبة للكروماتين silence transcription كيف إن لها أكثر من form، في form للأبد هو silence وفي form لا أقدر أنا أسوي له access أقدر أوصل له.
بالنسبة لموضوع placing limits on gene activation، هذا بكل بساطة إني عندي هنا insulator binding protein IBP، شو اللي يسوي لي؟ يمسك الـ DNA ويعزل، يعني يسوي لي loop، واللوب ذي تكون معزولة مع معزولة عن الـ DNA sequences الثانية، وهنا بتصير فيها loop function، بيصير فيها insulator، يعني بيصير فيها اللي هو active chromatin، أو بيصير فيها enhancer suppressor وإلى آخره، فبيعزلهم هذا insulator binding protein، بيخلي العمليات اللي بتصير الactivation بيصير إنه ما يأثر على الـ DNA sequences الثانية. طيب لموضوع الريجوليشن في كروماتين اسمبلي اند ستراكشر، كيف انا بسوي ريجوليشن حق الكروماتين او كيف بغير من شكله، كيف بسوي الريمودلينج؟ فهو بطريقتين، اي تي بي ديبندنت كروماتين ريمودلينج، بعتمد على استخدام الاي تي بي، او هيستون موديفيكيشنز، اغير على الهيستون نفسه اللي هو اصلا الهيستون ذا الاربعه اللي هم ماسكين لي الدي ان اي دبل ستراند. طيب عندي الابيجينيك أو الإبيجينيتيك. بالنسبة للإبيجينيتيك فهنا كروماتين ريمودلينج، لكن يكون كشكل كومبلكسز، يعني في مالتي بروتينز قاعدة تشتغل bring about changes في الستركتشر حقت الكروماتين، بروتينز are recruited، يعني نحتاج بروتينات زي ما قلنا مالتي بروتينز راح تشتغل على الموضوع، some changes affect the nucleosomes أيضا، لكن نلاحظ أن DNA في النهاية ما راح تتغير، فالموضوع الإبيجينيتيك غير الكروموسوم لكن بدون تغيير الـ DNA sequence نفسه. فالإبيجينيتيك stably heritable phenotype resulting from change في الكروموسوم without alterations in the DNA sequence، يعني نغير shape not the sequence of DNA. طيب كيف بيتغير shape not the sequence؟ مثلا من الأمثلة عليها الابيجينيتيك عفوا ال دي ان اي ميثايليشن، ال دي ان اي ميثايليشن ان انا ايش اسوي؟ اجيب كمثال السيتوسين، وفي الغالب السيتوسين هو اللي يصير لاندرجو هذا الميثايليشن، الميثايليشن اللي هو اضيف عليه ميثايل جروب سي اتش 3، اضفنا عليه صار ميثايل سيتوسين، بعد ذلك ات ويل انهبيت ذا جين، يعني الميثايل سيتوسين غيرت لي الابيجينيتيك، تغير الفينوتايب صار انهبيشن حق الجين، مثلا لو كان الجين والله على الاي كلر انه يلو، صار انهبيشن حق هال الجين ذا، بيجي جين ثاني بيحل مكانه وبيعطيني فينوتايب ثاني. هذه الدي ان اي ميثايليشن، انه اضيف ميثيل جروب على السيتوسين في الغالب اصلا هو اللي بينضاف عليه السي اتش 3. ايضا الهستون اسيتاليشن، اني اضيف اسيتون على الهستونز، فبنفس الحكايه بيصير في تاثر، يعني بتفصيل اكثر الموضوع بيصير كالاتي، بجيب هستون بضيف عليه اسيتيل جروب، الاسيتيل جروب الاسيتيل هو بوزيتيف فلذلك بيزيد البوزيتيفيتي، يعني بيتحول ذا من هيدروفيلك بيصير هيدروفوبيك. طيب صار هيدروفوبيك بسبب أنه صار هيدروفوبيك، بيقل ارتباطه بالدي ان اي، قل الارتباط بالدي ان اي، نتكلم عن الهستون، والهستون هو اللي قاعد يرص الدي ان اي سترانز مع بعضها، يرصها يخليها بشكل، هذه اللي سبب الباكجينج يعني، فوقت اللي قللنا ارتباطه بالدي ان اي الهستون، قل ارتباطه بالدي ان اي، تأثر نيوكليوسوم وانفتح لنا الدي ان اي ستران، يمديني انا اجي واسوي ترانسكريبشن a transcription process. فهذه هي الفكرة، إذا الأسيتايليشن بيزيد لي البوزيتيفيتي، بتقل ارتباط الدي ان اي، ينفتح الستراند ويمديني أنا أسوي الترانسكريبشن أو أيا كان اللي أنا قاعد أدور عنه. الكروماتين ريمودلينج كومبلكسس أيضا اليوز اوف اي تي بي، الاي تي بي شو اللي بيسوي؟ بيسوي هيدرولايسيس زين تو بند DNA and move histone octamers، يعني الـ ATP بنستخدم طاقة على أساس إن إحنا نحرك هالهستون من النيوكليوسوم، ونفس الحكاية إن إحنا نفتح histones have N-terminal tails rich in basic amino acids with extend
from the surface of the nucleosome. فالفكرة إن أنا أستخدم الـ ATP عشان أفتح مجال أخذ منه transcription أخذ منه معلومات. هذه استخدام الـ ATP في الـ remodeling حق الكروماتين. بالنسبة للـ modification of histone can undergo numerous process transcriptional modifications including نقدر نقول إن لكل أمينو أسيد نوع modification معين بيجري عليها اللي هو نتكلم عن الهستونز. فالأسيتيليشن بيكون على اللايسين والأريجينين، الميثاليشن بيكون على اللايسين والأريجينين 3 و 2، الفوسفوريليشن سيرين وثيرونين اللي هو اليوبيكوتينيشن بيكون على اللايسين ADP رايبو سايليشن جلايكوسايليشن. أيضا هذولي بالكومبينيشن they produce patterns of modification and mediate complex protein-protein interactions. الفكرة أن نلاحظ أن كل هستون H2A هذا هستون، H2B هذا هستون، H3 وال H4 وال H1B كل واحد من عندهم بيصير عنده شيء معين. مثلا هنا سوينا فوسفوريليشن الME للميثايلينيشن والأسيتايليشن وكل هالأمور دي، يعني لكل هستون معين على نوعه، يعني إذا لاحظ على نوعه راح يكون modification معين يا acetylation methylation وهالأمور هذه. زين بالنسبة للهستون acetylation زي ما ذكرنا acetylation of all four core histones اللي ذكرناهم H2A H2B H3 وال H4 occurs unconserved lysines، وحنا ذكرنا من قبل lysines هي اللي بتصير عليها في الغالب. reversible إيش معنات كلمة reversible؟ معناته إنه بتعمل ممكن يكون كاكتيفيشن وممكن يكون كانكتيفيشن سايلنسينج، يعني ممكن كذا وممكن كذا تزيد وتزيد. فالاسيتايليت فالاتش اي تي اس هذا بالنسبه للي هو كهايبر، دي اسيتايليت الاتش دي اي سي اس العمليه بتصير كالاتي ان هذه الاسيتايليشن وهذه الدي اسيتايليشن. فواحد بيعمل كهايبر اسيتايليشن ويسوي اكتيفيشن للموضوع، والدي اسيتايليشن بيكون تبع الهايبو اسيتايليشن بيكون كأن اكتيفيشن وسايلنسينج. فالهايبو هو الدي اسيتايليشن والهايبر هو الاسيتايليشن. فهذه بالنسبة لموضوع الاسيتايليشن. طيب الدي ان اي ميثايليشن تونا قلنا انه هو اضافة اللي هو سي اتش 3 important functions في الماموث، يعني هالميثايليشن إضافة الميثيل جروب بتسوي لي معي control of gene expression cellular differentiation and development program of gene expression preservation of chromosomal integrity الحفاظ على الانتجريتي حق الكروموسوم X chromosome inactivation بيدخل، يعني بنعرف كيف ان ال X chromosome inactivation اللي يكون في ال XX أيضا له علاقة الميثايليشن في هالعملية ذي اللي صارت implicated in brain function and development of the immune system أيضا alterations في الجينوميك patterns contribute to human cancers لها علاقة أيضا في الكانسرز. الميثايليشن occurs at the fifth or the five end F1 position of the cytosine في sequence CG أو GC. فلو شفناها بنتذكر cytosine والميثايليشن في five position five end position. Does not affect the base pairing. Genomic pattern is inherited during DNA replication. The pattern هذه stable, not irreversible. ما نقدر نزيد وننقص، حالة واحدة بتكون. Maintained by methyl transferases. هذه الأمور اللي تتحكم لي فيها methyl transferases. The information is stamped تطبع على DNA. لكن أيضا نعيد ونكرر DNA cannot is does not change its sequence. ما يغير sequence حق DNA نفسها. غير أي شكل خارجي. This type of gene is termed epigenetic. اللي already أصلاً هو جون فوق وتكلمنا عنه. فالميثايليشن CH3 أضفناها. بس فسايتوسين صارت 5 على 5 إن قلنا ميثيل سايتوسين. زين. فهذه الميثايليشن اللي هو الإبيجينيتك. change ان احنا قاعدين نضيف الميثايل جروب على السي جي والجي سي.
انزين DNA methylation والترانسكريبشنال كنترول. Methylated CS اللي هو السيتوسين found in clusters CG isolates. قلنا CG isolates هي الأماكن اللي بتشوف فيها الميثيليتد CS within or near the promoter. قلنا يا انها تكون في البروموتر ولا تكون قريبة منه. واصلا من البداية احنا تكلمنا ان البروتينات تكون يا على البروموتر او انها تكون قريبة منه. Or sometimes the first intron اول intron تكون موجودة فيها اللي هي الميثيليتد CS of 60% of genes. Tight binding of proteins, methyl C binding proteins. هذا MECBPS هي نفسه corresponds to that methyl C binding proteins. To cluster methylated CS correlates with the transcriptional repression. زين هل MECBPS ممكن لو صار فيه mutation في هالمكان المحدد أو في هال ميثايل سي بايندينج بروتين صار في ميوتيشن يعطيني نيوري ماسكولار ديسوردر وهو اكس لينك ريت سيندروم. هذه الحالة بتصير الفيشل فيتشرز بتكون بهذا الشكل. فميوتيشن في هالمكان ممكن تسبب لي هذه السيندروم ريت سيندروم. لينكج بتوين دي ان اي ميثايليشن اند ترانسكريبشنال ريبريشن باي هيستون دي اسيتيليشن. وايضا MECBPS form a complex مع HDAC. فنجي عند CG أو GC بنشوف إنه صار methylation. جاني اللي هو methylation أو methylated CS protein جاء في هالمنطقة ذي تالي بيرتبط بيسوي لي complex مع HDAC. تالي بيصير deacylation of histones و aggregation of nucleosome وبتصير العملية اللي تكلمنا ان nucleosome بيتأثر بيفتح لنا DNA وبنبدينا نسوي اللي هو transcription وناخذ المعلومات اللي نحتاجها. طيب بالنسبة للgenomic imprinting by methylation في الماملز او فينا احنا كبشر في عندي maternal و paternal genomes. يعني احنا ناخذ الجينز complete set من الجينز من المذرز والفاذرز both required for normal embryonic and postnatal development. لكن الموضوع ليه في الimprinted genes ان لازم يكون في difference في الexpression يعني اعتمادا على الinherited from mother or father والgene copy is imprinted. يعني ان الموضوع احنا هنا ما نتكلم عن واحد فقط وبيصير كل الجينات اللي مثلا من الفاذر راح تكون لها اكتيفيشن او اكسبريشن مع الجينات اللي حقت المذر. لا لازم يصير في تنسيق انه والله الجين الفلاني بناخذه من الفاذر الجين الفلاني بناخذه من المذر عشان لا يكون في تكرار وايضا في نفس الوقت لا يكون ان في نقص. فلذلك physical pieces is that the gene from one parent is silenced by methylation. يعني بنستخدم الميثايليشن بنسوي silencing حق هالphysical base أو حق الجين المعين ذا من أحد الأبوين. Genomic imprinting شو اللي بيصير؟ قلنا إن لاب مثلا في ال paternal allele يكون في active وفي نفس اللي هو الجين يكون inactive في ال maternal allele. على العكس إن لو كان الجين الفلاني أكتيف عند الماترنال في الماترنال ألل لو بده يكون في الباترنال ألل يكون إنأكتيف. يعني لازم نفس الجين نتكلم عن الجين ذا نفسه الحين بس واحد اللي يكون أكتيف من هالاثنين اللي عندنا يا إن الباترنال أو الماترنال ما يكون اثنينهم في نفس الوقت. فنفس الحكاية dosage is important لو بده يكون واحد A واحد لا. لو كانوا اثنينهم A فهذا too much أيضا ما يصير اللي هو وأيضا لو كان اثنينهم inactive فأيضا هذه تعتبر problem. فهذه سالفة الجينوميك imprinting by methylation. فإحنا نستخدم الميثايليشن process إن إحنا نسوي silence حق واحد من هالاثنين من هالجينات اللي عندنا ونخلي واحد بس اللي يكون مفعل. فهذا الجينوميك imprinting. فنفس الحكاية
ان السكس سبيسيفيك ميثايليشن باترن از استابليش في الجاميت ايضا في اللي هو السبرم والاكس نفس الحكايه ميثايليشن والدي ميثايليشن راح يكون موجود الدي ميثايليشن اول تالي اللي هو الميثايليشن. بعض الاحيان اصلا الجين نفسه يكون بس inherited from paternal chromosome او موجود على الباترنال كروموسوم. عندي الباترنال الRGF2 وفي اللي هو الماترنال الـ H19 only from the maternal chromosome. وذيلي يصير لهم on off يعني يتشقلوا وينتطفوا كجينات بواسطة الميثايليشن بروسس. يعني الميثايليشن بروسس يحدد هل نكمل معاهم ولا لا. Implications for inherited disease. Disease may result of the active parental copy is affected by mutation. يعني احنا اوريدي الحين خذنا كمثال لو نرجع لنا خذنا بهالعمليه ذي وهل اكتف اصلا الجين الاكتف اللي حطيناه في مشكله في ميوتيشن وهذه تسبب لي بروبلم تسبب لي ديزيز. ايضا ميوتيشن اكيورز في الجينز كنترولينج الامبرنتنج يعني في جينات زي ما قلنا تتحكم في الامبرنتنج نفسه ان تخلي واحد اون وواحد اوف. Some cases of Prader-Willi and Angelman syndromes, مثل ما موجود عندنا, genes that encode activators or repressors are imprinted, leading to altered expression of their target genes. يعني زي ما قلنا إن في جينات محددة تتحكم في موضوع اللي هو الactivation والdeactivation. إن يكون في واحد active واحد inactive في الماترنال والباترنال. وفي الغالب الديزيز اللي تكون متعلقة بهالأمر ذا تكون developmental وbehavioral مثل عندنا الأنجلمان والبرادر ويلي سيندروم. فهذه بالنسبة للديزيز اللي تكون inherited بهالعملية ذي تبعت الactivation والdeactivation حق الجينات اللي تكون نفس من الباترنال والماترنال جينز. طيب لو نجي للإبي جينيتيك بروغرامينج دورينج ديفلوبمنت. عند الجاميتوجينيسيس اللي هو تصنيع السبرم والأوفم دي نوفو ميثايليشن يعني نيو ميثايليشن gives rise to substantially methylated genomes in sperm والإيج. يعني we will need to silence many genes لأن نتعامل مع اثنين مش واحد يعني راح يصير الموضوع تعامل مع اللي هو السبرم والأوفم فلابد يصير silencing. لو نجي هنا نشوف ان السبرم والإيج صار لهم methylization يعني صار silence حق many genes سكتنا many genes ما نبي نسوي لها gene expression لأنه ممكن تكون موجودة هنا في نفس الوقت موجودة على السبرم فنختار واحد منهم وهو اللي بيحمل هالجين لي. وقت اللي تصير fertilized oocyte خلاص هنا يصير في drop في الميثايليزيشن. بعد ذلك الموضوع في الايرلي امبريو بيصير زي كذا ديميثايليزيشن في الايرلي امبريو عساس ايش اللي هو نخلي الموضوع كل الجينات اللي موجودة عندنا يصير لها ترانسكريبشن عشان نوصل لمرحلة البلاستوسيست. في مرحلة البري جاستريوليشن هنا تبتدي تنقسم لثلاث مراحل. بالنسبة للسوماتيك سيلز اللي جات لي في البلاستوسيست هنا لازم يصير لها ميثايليشن كبير فمينتينس الميثايليشن. الميثايليشن ليش؟ عساس انه مش وقت السوماتيك سيلز احنا بالعكس نبي برايمورديال جيرم سيلز اللي هي undifferentiated سيلز هذه راح يكون الميثايليشن حقها قليل جدا عساس ايش انها undifferentiated cells وتعطيني give rise to all cell types. فلذلك نحتاج ان احنا نسوي لها ترانسكريبشن حق هالخلايا ذي تحديدا ونكرر فيما يعني نكرر ننسخها اكثر واكثر. بلاسنتا المشيمة ايضا يعتبر اقل الميثايليشن اللي يصير لها لان ايضا نبي نطور المشيمة بحيث ان تحتوي على الامبريو بشكل عام. فلذلك اللي هو الميثايليشن بيكون فيها اقل من السوماتيك سيلز. فهذه فكرة الميثايليشن ان نشوف بالعقل يعني نفكر هالشيء هل بنحتاج ان احنا نسوي منه نسخ فمعناته الميثايليشن بيقل فيه
إذا والله نحتاج إن نسكته لفترة، نسوي له سايلنس، نقول له صر سايلنسر أو اسكت يعني لفترة كجين أنت ما أحتاجك للفترة، فلذلك نزيد عنده اللي هو الميثايليشن. هذه بكل بساطة فكرة الميثايليشن. آخر شيء عندي في هاللكتشر هذه اللي هي الإكس كروموسوم إنكتيفيشن. كلنا نعرف إن إنكتيفيشن وشن هو اللي كيف إن في إكس كروموسوم راح تروح منه، لكن الحقيقة إن الأمر أو حقيقة الفعل يعني أو حقيقة البروسيس اللي راح يصير اللي هو الإكس إنكتيفيشن بيكون أيضا ميثايليشن أوف سايتوسين أون دي إن إيه. اللي بيصير في كل بساطة إن عندي المنطقة هذه اللي نسميها XIST، هذه XIST جين من الكروموسوم موجود على الX الانأكتف، الX اللي بتصير لها deactivation. بكل بساطة بيكون functioning جين، يعني احنا already تكلمنا ان عندنا من قبل pseudo autosomal genes بتكون functioning في البوث. ايضا عندنا الX زست او الزست جين XIST موجود عندي في الموقع حقه، وأيضا يشتغل ويتم تصنيع منه RNA لكنه non-coding. طيب شو اللي يصير، شو اللي بيصير بعد؟ بيساعدنا على وضع X كروموسوم ذي اللي نبي نسوي له inactivation، بيساعدنا ان احنا نسوي interference RNA من هذا المنطقة من الزست او XIST جين، بحيث ان هالانترفيرنس ار ان اي بيبتدي يتغلغل في اللي هو الكروموسوم اللي نبي نسوي له انكتيفيشن، وفعلا بالميثايليشن والهستون دي اسيتايليشن راح تصير اللي هو الكروموسوم البروتينز ذات فورم هيتيروكروماتين انكتيفيتنج للكروموسوم. فاخر شيء للميثايليشن ان الاكس IST سوى ميثايليشن، هو نعم في الX inactive لكن سوينا منه interference RNA وتغلغل في الكروموسوم اللي بيصير له inactivation وفعلا بينجح مع الهستون وبيصير له inactivation لهذا الX كروموسوم. بكذا نكون انتهينا من هذا الليكتشر، ان شاء الله يكون كل شيء واضح، ونسألكم الدعاء.